انت مالي ايدك من اللي انت بتعمله ده يا سليم بيه؟ يا راي ابراهيم ما تبقاش خواف، بعدين كل ده مش واثق فيا ولا ايه؟ اهو جه اهو. طب راجع نفسك لا يطلع مش هو. لا هو الطريق ده مش بيودي غير لبيت ابوه. مش قلت لك هو؟ حد يطلع كده، انت ماشي في صحراء. ايه ازيك يا مصطفى؟ قوم يا علا، قوم يا علا، قوم يا علا. اتفضل انت مين؟ قوم حط معانا قدام. خش يا علا اخلص يا انت مصيب الحد. خش يا جوه يا ولد، خش جوه. اخلص يا علا انت في بوقك ده. نزل رجلك يالا، اكتم خالص، اكتم يالا، اكتم. ترمي يا ولد الزبون اهو، روح هات المأذون والشهود. يلا يلا. ولا انت ليك كلام تاني يا واد؟ وماله حماد؟ مفيش مشكلة. ايه يعني الراجل بتاعك طلع نادل وملص منك؟ نشوف لها حل تاني، مش هنغلب يعني. مش قصة ندالة يا حاج، الفكرة ان الموضوع عمال يوسع ويلغوص قوي مننا، وفي النهاية يعني هو ملوش علاقة بالموضوع ده، هو مش عاوز يعك نفسه. خلاص يا حماد، ما احنا قلنا مش هنغلب. بقى اسمه صلاح التوخي ده احنا نعرف نتصرف معاه كويس قوي. ولا انت ليك رأي تاني؟ بصراحة بقى انا تعبت، انا مش عارف نفوق امتى من الكابوس اللي احنا فيه ده. هانت هانت اخويا هانت، ما تقلقش. فاكر يا حماد اول مرة عرفنا بعض كانت امتى؟ تلاقيك نسيت. دي حاجة برضو تتنسي يا حاج، دي عشرة وأيام وعيش وملح ما بيننا. ياه شوف عدى قد إيه يا أخي، يجي 30 سنة وكانهم امبارح. كنت أنت لسه عيل صغير كده بتجري ورا المرشحين بتوع مجلس الشعب وتعمل لهم شوية الأنباكة بتوعك دول وتسخن لهم الصواوين اللي بيعملوها. ساعتها أنا بقى كنت لسه ببتدي في تجارة العربيات مع أبويا. أنا مش فاهم إيه لازمته الكلام ده دلوقتي. في يوم أنا فاكر كويس أوي، كنت خارج من المعرض بالليل زي دلوقتي كده، ولقيت عيلين بيجروا وراك، بيجروا وراك عشان ظبطوك وأنت مخنصر فلوس كان مديها لك المرشح بتاع مجلس الشعب عشان توزعها على الناس في الصور. فاكر؟ ولولا إني اتدخلت كانوا عدموك العافية. ومن ساعتها بقى وإحنا بقينا أصحاب، وأنا واقف في ظهرك بصرف على انتخاباتك، وبخبي فلوسك الشمال في وسط فلوسي وبشغلها لك. ومش بس كده، لا ده حتى الواد ابنك شادي لما لقيته خايب ومش نافع في اي حاجه خليته شارك تمارينني في الكافيه اللي انا فتحته له. ايه لازمه الكلام الكتير ده؟ انت ليه بتالف القديم؟ لا ده مش قديم يا حماد، لو حسبته كلام قديم تبقى غلطان. دي حدوته امبارح والنهارده وبكره. من ساعتها واحنا اتكتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده، نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. الكلام ده زي ما تقول كده قدر، قدر واتكتب علينا. لا انت تقدر تسيبني ولا انا اقدر اسيبك، مش عشان احنا اصحاب وحبايب، لا عشان كل واحد فينا ايده جوه مصارين التاني. حد وقع بينا ولا لا سمح الله نجح في انه يضرب بينا وبين بعض اسفين، هيبقى حكم علينا بالفضيحه احنا الاثنين يا حماد. فاهمني؟ احنا الاثنين. مين وكيل العروسه؟ انا مولاي. هات البطاقه. اتفضل.
هات بطاقتك يا عريس. يلا مصطفى ادي الشيخ بطاقتك. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي لك يا استاذ. وانت كمان قول ورايا يا استاذ ابراهيم اني استخرت الله زواج مبارك ان شاء الله. حل مشاكلك بعد عني يا حماد. انا عملت لك اللي في الكفايه. والاخر مره انا بحذرك عشان انت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي ان يجي اليوم اللي تتلط فيه لطه تضطرني ان انا ابيعك واغسل ايدي من دمك. واحنا كتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده. نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. ادخل. ايه اللي بصحيك لحد دلوقتي؟ مش عندك مدرسة الصبح؟ ما انا كنت انام دلوقتي. طب خلاص ما حبكتش يعني دلوقتي. سيبوني مع اختكم شوية معلش يا هلا. يلا. طبعا كان عندي كلمتين لازم تسمعيهم. بس ما كنتش ينفع اسمعهم لك قبل ما نحل المشكلة دي. انت عارفة كويس انت غلطتي. غلطت في حق كل الناس. غلطت في حقك لما عملت كده ورخصت نفسك. غلطت في حق اخواتك البنات دول. وانت عارفه كويس انهم مستقبلهم كان ممكن يضيع بسبب حاجه زي دي. امك. امك الغلبان الشقيان اللي ضيعت عمرها كلها عشانك وعشان تربيكوا كويس. وفي الاخر رحت عملت فيها كده. قلت في حق الواد اللي جاي ده اللي لسه ما شافش الدنيا. ذنبه يطلع يشوف ابوه واحد زي ده. انت عارف انا ساعدتك ليه صح؟ ساعدتك عشان كلكم ما تدفعوش ثمن بوظان عيل زي ده. اهله ما عرفوش يربوه. كان هضيعكم كلكم. معلش. ربك سترها. مبروك. يخيبتك القوية وجاي تقولي دلوقتي؟ انت كنت عايز نعمل ايه؟ ما انا اتخذت على اخوان. اخص على الرجاله اخص. هزقتني وهزقت نفسك وهزقت اسم العيله اللي الناس بتترعب لما بتيجي سيرتها. تفوق عليك وعلى الرجاله اللي زيك. ما كفايه بقى اللي حصل ده. لازم له لط عشان الناس كلها تعرف مين هو انور الخولي. والليله قبل النهار ما يطلع. بس انت طلعت وحش يا ابراهيم. مع اني انا ما يبانش عليك. والله يا بيه أنا نفسي مستغرب من اللي أنا عملته ده. أنا طول عمري راجل في حالي، لا ليا في اللبش ولا المشاكل. بس زي ما تقول كده يا سليم بيه، في مواقف في الدنيا تخلي الواحد يطلع منه حاجات ما كانش يعرفها عن نفسه. عندك حق. مع إن أنا وأنت شفنا بلاوي كتير مع بعض، بس عمري ما شفت منك الشغل ده. والله يا بيه أنا من ساعة ما رجلي عتبت البيت ده وأنا حسيت إن ده بيتي، وإن اللي فيه دول أهلي بالظبط. البت هندي دي في سن نور اختي، وحتى مدام حنان امهم، انت
طيبة وغلبانة على نياتها زي مراتي. حتى البنتين الصغيرين رؤية وملك في نفس سن بناتها. بيني وبينك يا بيه، أنا أول يعني ما سمعت الموضوع ده الدم فار في دماغي، كنت هتجنن. بس لما لقيتك بتتصرف باتزان كده وحكمة قلت هو ده الصح، لازم أمشي وراك وأسمع كلامك. غريبة، أنت عارف يا إبراهيم إن أنا حسيت نفس الإحساس ده، يمكن عشان سن سلمى قريب من سن هند. طول الوقت كنت خايف من الكابوس ده يحصل لها وتقع زي دي، عشان كده دايما كنت بخاف عليها، بقرب منها وبخليها تحكي لي كل حاجة. بس بالحب عمره ما كان بالعافية أبدا. ربنا يخليك يا بيه ويخليها لك. وحشتني البنت دي يا إبراهيم. أنا مش بنام دلوقتي، أنت صاحي ليه؟ يا سلام، طب أديك اطمنت عليا، روح نام بقى، ولا عشان اتفصلت من الشغل هتبلطك بقى وتصحى الظهر. حسام أنا مش قصدي والله، أنا أوقات بيطلع مني كلام كده زي الدبش، بس صدقني بجد والله مش قصدي، أنا آسفة. وأنا يا بيه ظروفي زي ظروفك بالظبط. أبويا الله يرحمه مات وساب لي 3 بنات، اتجوزت 2 منهم وما فاضليش إلا نورة عايشة معايا أنا والعيال. عايشة معاك؟ طب ومراتك مش عاملة لك مشكلة بسبب الموضوع ده؟ سميحة دي طيبة أوي يا بيه، وبنت حلال وأصيلة، دي بتحب نورة أكتر مني. ده هي بالنسبة لنورة أمها وأختها وكل حاجة ليها في الدنيا. ربنا كرمنا وجالها عريس، قلت كويس قوي يلا بقى جوز التالتة واخلص. هو صحيح ظروفه على قده، بس لقيته قد راجل وقد المسؤولية، وتطمن انك تسيب اختك معاه، قلت خلاص يلا جهزها له وكله برزق. ربنا يقدرك ويخليك ليهم يا ابراهيم. مين؟ السلام عليكم. مش دي شقة أستاذ إبراهيم السني؟ آه يا أخويا، هي في إيه؟ ماله إبراهيم؟ يا ترى أخت نورة موجودة؟ نورة؟ أيوه أنا نورة. أنا زميل أشرف في الجيش، لا مؤاخذة يعني إني جيت في ميعاد زي ده، بس أصله كان موصينا أديكوا الجواب ده. وأشرف كويس؟ هو إحنا كنا واقفين في الكمين، دخلت علينا عربية مفخخة، وهو رمى نفسه عليها عشان يحاول يمنعها توصل لينا. أشرف تعيش أنت يا أستاذ. أشرف حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني أشرف. أشرف يا سلام عليه، ده حتة ولد في منتهى الرجولة والأخلاق، زي ما بيقولوا كده الواد ده ما جابتوش ولادة. تصدق أنه لسه طالب في الجامعة؟ وانت اللي خليك توقف على واحد في الجامعة لسه؟ ما هو أصله مش صغير، ده الواد ده ليه قصة والله، ده غلبان ومكافح زينا. الواد ده أصلا مؤهلاته متوسطة، وبيشتغل عشان يصرف على أهله وأخواته، وهو بيشتغل ذاكر وجاب مجموع كبير يدخله الجامعة عادي زيه زي أي حد. فدخل الجامعة يا دوبك 2 والتالتة جدره في الجيش، فراح سايب الجامعة وراح على الجيش. قلت له ولا يهمك يا أشرف، خلص جيشك وهي سنة فضلالك في الجامعة، أكون أنا وضبت نفسي وجهزت حالي وأجوزكم وتتكلوا على الله. ده واد جدع، البلد لسه فيها شباب زي الفل أهي، الواد لازم تعرفنا عليه أول ما نطلع من المصيبة اللي إحنا فيها. تفتكر يا بيه هنطلع من المصيبة دي؟ متهيأليش يا إبراهيم. الله يطمنك. هنطلع، كله هيعدي إن شاء الله. يلا نام. أنت مش هتنام ولا يا بيه؟ احنا قاعدين، عامل لك شاي طيب ولا حاجه؟ نام عشان بكره عايزك في حاجه مهمه. حبيبتي نورة، معنى انك بتقري الجواب ده اني قابلت وجه كريم. صدقيني يا نورة انا مش خايف من الموت ولا زعلان منه، انا بس حاسس في نفسي اني ملحقتش اتجوزك وهنيكي وعوضك على اللي شفتيه في دنيتك. حقك عليا يا غالية عشان خليتهم يبلغوك الخبر قبل أي حد حتى أهلي، بس أعمل إيه؟ ملقتش أقرب ليا منك أحطه في خانة أقرب المقربين، عشان خاطر يا نور، عشان خاطر ربنا ما تزعليش. أنا إن شاء الله أبقى في مكان أحسن من الدنيا وقرفها،
سلميلي على ابن سميحه والعيال وعم ابراهيم. ربنا يفك كربه يا رب. ما تقلقيش انا هبقى في الجنه وهدعي له ربنا يرجعه لكم بالسلامه. ربنا حنين قوي يا نور، حنين ومش هيرضى يحرمك مني ومنه نوبه واحده. خلي بالك من نفسك يا غالي وبيفتكريني. سلام. شفت يا حمار؟ مش قلت لك ان ربنا بيسبب الاسباب؟ هو الواد اللي كان خاطف قلب البيت ساب لها الدنيا كلها وخلع. ادي يا معلم، ولا كانت على البال ولا على الخاطر. جات لنا ايه؟ متقشره. متقشره؟ متقشره يا زلطه. بص بقى يا زلطه، الدنيا دي بتمشي للي عايزها يا قفل. نوره دي بقى مش سكه كلمتين باردين ومعاكسه في الرايحه والجايه، لا دي بنت متربيه وفابريكا. بلاش في الشمال، مفتاحها عند المأذون يا اف. مأذون مرة واحدة يا معلم. افهم يا حمار. اه. النسوان دي نوعين. اه. نوع شمال ونوع يمين. الشمال دي ليها بدل المفتاح 10. تمام. واليمين دي بقى مصجرة، مفتاحها عند مين؟ عند مين؟ عند المأذون. ايوه كنت لسه. طب بقول لك يا معلم بقى والنبي، عايزين نفرح بقى وندخل الفرحة القهوة. عايزين بقى نستغل مجيتك ونروح نطلب ايدين البيت. ونفرح بقى كلنا. هنفرح وهنروح، بس احنا مستنيين اليومين دول بتوع العزا لما يعدي صاحب واجب يا معلم. وهنطلبها بس مش ليك. امال لمين يا معلم؟ لمعلمك يا ولا هي تغلى عليا؟ لا معلم، بس انت عارف ان انا عيني من البت نور، وانا مزاجي منها من زمان وعايز اتجوزها ولسه شباب وليا بدل الواحدة 10. ليه انت شايفها يا معلم؟ ليه انا شايفها يعني ايه؟ هات بقول لك، قدامك طبق فاكهه حلو على الترابيزه ونفسك فيه ومعلمك نفسه فيه، تمد ايدك عليه؟ ولا انت شفت اللي حصل لاشرف الله يرحمه؟ اللي بياخد حاجه من المعلم بيحصل له ايه؟ ولا ايه؟ على وضعك يا معلم. ولا ايه يا بيه؟ امن الباب. امن الباب من ايه؟ وفي ايه يا بيه؟ بسرعه.